يا مساء الفل والخير والسعاده على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده ومواضيع كتيره ومتنوعه من الحريفه. مساء الفل هنوده. مساء الفل يا حبيبه قلبي. هابي ويك اند. يا اسعد لحظه في حياتي حلقه يوم الاربعاء دي. ببقى يعني دي حقيقه عايزه اخلص واروح اخرج واتفسح. أيوة. واكمل. أيوة. كلنا والله. عامله ايه؟ انا كويسه. كويسه زي ما قلنا. لذيذ بصراحه الاسبوع ده كان لذيذ قوي جدا. جدا زي ما قلنا النهارده في مواضيع كتير مختلفه, فخلينا نسخن كده كده ونروح على طول نشوف ايه اخبار معانا النهارده في السريع ونرجع تاني. اول خبر معانا هيكون عن عوده ثلاثي الاهلي بالسلامه, الكابتن مصطفى شوبير حارس المرمى واللاعب اكرم توفيق والدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي من النمسا بعد العمليه الجراحيه الناجحه اللي عملوها بسبب الاصابه اللي تعرضوا لها. والدكتور احمد ابو عبله كان حريص على وجوده معاهم علشان يطمن بنفسه على حالتهم ويتابع كل التفاصيل الطبيه, وقال ان مصطفى شوبير واكرم توفيق حالتهم الحمد لله مستقره جدا وهيبدا معاهم البرنامج التاهيلي في القاهره. بنتمنى لهم طبعا الشفاء السريع والعوده للملعب مره ثانيه وياخدوا مكانهم مع الفريق ويخلوا بالهم بقى من صحتهم ان شاء الله. يعني طبعا الف سلامه عليهم ان شاء الله يقوموا بالف سلامه ونرجع نشوفهم تاني في الملعب. احنا بنتكلم على اثنين من اهم لعيبه عندنا, مصطفى شوبير مستقبل حراسه المرمى. افتكروا كلامي ده كويس قوي, مصطفى شوبير في يوم من الايام هيكسر كل ارقام حراس المرمى اللي قبله لان هو فعلا فعلا حارس مرمى مجتهد وموهوب جدا جدا جدا. طبعا اكرم توفيق واحد من اهم اللعيبه ان لم يكن اهمهم اللي موجودين في الفرقه. خلونا بقى نروح لتاني خبر معانا وهو عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي برضو اللي بيختتم تدريباته النهارده استعدادا لمباراه ام بي بكره. والفريق استأنف تدريباته امبارح تحت قياده السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيره من غير اي راحه للاعبين, واللعيبة اللي شاركت في مباراة بيراميدز عملت تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم علشان يتخلصوا من الإجهاد غير التدريبات الفنية المتنوعة واللي انتهت بتقسيمة قوية شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين. والحقيقة عايزة أوجه رسالة للعيبة والفريق, إحنا في ظهركم, إحنا في ظهركم مهما حصل. طول ما احنا بنشوف ان انتوا بتعملوا اللي عليكم احنا في ظهركم وهنفضل في ظهركم, لان العالم كله عارف مش احنا بس ان النادي الاهلي المصري هو مصنع البطولات بيحارب في كل ماتش لحد الدقيقه 90 وبلس 90 كمان. وكمان عايز اقول بقى حاجه مهمه قوي لجماهير الاهلي, مشوار الاهلي يا جماعه في الدوري لسه طويل, فبلاش نخلي سكنتنا حاميه دايما على اللعيبه. في النهايه الاهلي دايما معودنا على الفرحه والانتصارات مهما مر بالصعوبات. مهم جدا الانتقاد, مهم ان انتوا تحطوا اللعيبه تحت ضغط علشان يطلعوا احسن ما عندهم, بس لما تلاقوا اللعيبه بداوا يرجعوا لفورمتهم الاهم من الضغط ده هو الدعم, ان انت تقف تقول لهم برافو عليكم وكملوا. ده مهم قوي هند اللي انت بتقوليه ده, طبعا مهم جدا. احنا لحد دلوقتي الحمد لله في الدوري ما خسرناش, يعني ما خسرناش ولا ماتش الحمد لله. لعبنا 11 ماتش في منهم 3 تعادلات و6 فوز, فاحنا ماشيين الحمد لله كويس. نفسنا طبعا كل المباريات تنتهي بالفوز من بالفوز والفرحه بس اللعيبه والجهاز الفني. يعني هم بيعملوا اللي عليهم واحنا وراهم طول الوقت, وزي ما بتقول لي على طول احنا معاكم على الحلوه والمره معاه. نروح بقى لثالث اخبارنا عن الفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي. فاز امبارح على فريق استن كامباني في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين ضمن منافسات بطوله الدوري على صاله نادي المقاولين العرب, وحقق النادي الاهلي فوز عليهم بنتيجه 3-0. وقرر الجهاز الفني استمرار التدريبات من غير اي راحه للاعبين عشان يستعدوا لمواجهه فريق سموحه, لان طبعا برضو فريق سموحه من الفرق الصعبه يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في الجوله اللي جايه من البطوله. نروح بقى لاخر خبر معانا النهارده وحدث يمكن شاغل العالم كله في الفتره الاخيره او اليومين اللي فاتوا تحديدا, وهو انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي امبارح. نادي النصر قدم نجمه رسميا للجمهور في حفله ضخمه جدا حضرها الاف من المشجعين, يمكن وصلوا ل 30 الف مشجع حضروا علشان يهتفوا باسم كريستيانو رونالدو ويعبروا عن فرحتهم بوجوده في الفريق وعلى انغام انت اول عالمي. اللقب المفضل لجماهير النصر بما انهم اول نادي اسيوي يشارك بكاس العالم للانديه. دخل كريستيانو رونالدو لارض ملعب مرسول بايك بتيشيرت النادي ووجه كلمه عبر فيها عن فخره باللعب في السعوديه وانه سعيد مع عائلته بالاجواء
وشارك مع كريستيانو في الحفلة جورجينا صديقته وأولاده الأربعة قبل ما ينهي رونالدو الحفل وهو بيقول أنا عالمي. تحدي جديد الحقيقة لكريستيانو، هنتابع وهنشوف مش بس أداؤه مع النصر، لأن إحنا بالنسبة لنا دي واحدة من أغرب الانتقالات اللي شفناها، لكن خلونا كده نروح نشوف من أخبارنا لتعليق في صورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة اللاعب سباستيان هالر مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، اللاعب اللي انتقل من نادي أياكس بعد ما لمع نجمه معاهم لدورتموند على أمل أنه يعوض رحيل الدبابة الفايكنج اللاعب النرويجي هالاند اللي راح مانشستر سيتي على أمل أنه يبدأ معاهم فصل جديد من التألق، لكن للأسف اتعرض للإصابة بالورم الخبيث وفضل يتلقى العلاج الكيماوي وعمل عملية جراحية واستأصل الورم، ومع ده كان عنده إصرار وعزيمة أنه يفضل يلعب ويرجع من تاني للتدريبات علشان يكمل مشواره مع النادي الألماني. حاجة بصراحة أميرة، يعني أنا الناس الفايترز دول يعني بعيداً عن الأداء واللعب، الفايترز دول يحترموا بكل ما في الكلمة من معنى. بالضبط يا هند، يعني نقدر نقول إن دي رسالة مهمة لكل الرياضيين أو أي إنسان يتعرض لصعوبات في حياته أو أي حاجة يحس إنها توقفه، لازم يكمل وما يستسلمش. لازم أي حد يكون عنده هدف في حياته يسعى ليه مهما حصل، في أي حاجة مهما حصل، في أي حاجة صعبة ممكن توقفنا على الوصول لهدفنا ما نستسلمش. دايماً هنقابل صعوبات، نبقى متفائلين بنفسنا ونجتهد ونتعب ونتحدى ونقع ونقوم تاني. المشكلة الإصرار والعزيمة والإيمان بأهدافك ونفسك تقدر تخليك تحقق أي حاجة، المهم خليك واثق في نفسك. يعني تكملة للصورة، فهارل وجه كلمة لجماهير دورتموند وقال أنا راجع أخيرا، الموضوع ما كانش سهل لكن بدعمكم كل حاجة كانت أفضل، وده اللي احنا يمكن يا هند كنا لسه بنتكلم عليه، دعم اللعيبة مهم جدا، الدعم طبعا مهم جدا لأي لاعب. طبعا الدعم المعتدل، يعني ما نمسكش في لاعب ونقعد ننفخ فيه قوي قوي، ولا نمسك برضو في لاعب ونقعد نكسر في مقاديفه. صحيح، الاعتدال يا جماعة، الاعتدال ده مهم قوي، وده بجد أكتر حاجة نفسي جماهير الأهلي يعملوها زي ما هم عادة بيعملوها، بس يفتكروها الموسم ده تحديدا لأن ده موسم مهم بالنسبة لينا كلنا. طبعا بنحييه على قراره ورجوعه مرة تانية، وأكيد أكيد هيقدر يحقق هدفه. أنتوا كمان تقدروا تحققوا هدفكم، أنتوا كمان تقدروا أيا كانت شغلانتكم أن أنتوا تفايتوا تفايتوا بالعربي انا اسف تحاربوا بس خلينا نقول انه دلوقتي فقرتنا الاولى خلصت، تعالوا نرجع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه. استنونا ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقره المناوره. مبدئيا كده وقبل ما ندخل في منورتنا النهارده، عايزين كل اللي بيتفرجوا علينا يركزوا معانا، لان في الحقيقه الفتره اللي فاتت ومن اول ما بدانا برنامج الحريفه كنا دايما بنستضيف ابطال وشخصيات ناجحه ومكسره الدنيا، لكن كنت بلاحظ اغلبهم متجوزين وبيشتغلوا مع بعض في نفس المجال. مش بس كده، كنا بنلاقي الطرفين في بينهم منافسه وكل واحد منهم ليه اسمه ومكانته بطولاته وانجازاته اللي محققها. ده خلى عندي فضول بصراحة وسألت نفسي سؤال، إزاي ممكن الزوجين اللي بيشتغلوا في نفس المجال والمكان يتعاملوا مع بعض؟ وهل فعلا الموضوع بيخلق بينهم روح من التعاون والنجاح والتشجيع، ولا ممكن يعمل مشاكل وغيرة ونفسنا؟ قبل ما نتكلم عن موضوع منورة، عايزة أتكلم في حاجة لسه حاصلة حالا، وهو أنه الصفحة الرسمية لكاس العالم للأندية فيفا كاس العالم للأندية لسه منزلة تويتة دلوقتي فيها صورة النادي الأهلي، لعيبة من النادي الأهلي، وكاتبة نلقاكم قريبا في المملكة المغربية. والحقيقة أن دي الصورة هي معانا على الشاشة، والحقيقة أن دي من أكتر اللحظات اللي الواحد بيبقى فخور فيها، أن هو قبل أي حاجة واحد من جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما يا جماعة بيخلي كل جمهور ومشجعين وحاسين بالفخر، وهو ده عشان كده احنا لما النادي الاهلي بيمر باي فترات بنبقى فيها مش في الفورمه، احنا بنفضل نشجعه وبنفضل ورا النادي ده، عشان هو في الاخر بنلاقي نتيجه التشجيع ده، وبنلاقي نتيجه، عارفه، احساس الفخر انه انت موجوده مع احسن فرق في العالم وراحه تنافسي على كاس العالم للانديه. دي حاجه الحقيقه لازم كلنا نبقى فخورين حقيقة.
دي حقيقة، دي حقيقة. نكمل بقى موضوع منوره. يمكن عارفه وانت بتتكلمي افتكرت فيلم مراتي مدير عام. الفيلم ده من كتر ما احنا كنا بنشوفه واحنا صغيرين بقى بالنسبه لي الحقيقه نموذج للعلاقه ما بين اي راجل وست بيشتغلوا مع بعض في نفس المكان. حسين وعصمت جوازهم فشل بسبب ان عصمت بقت مديره حسين، فبقوا عمالين بقى ايه ينكشوا في بعض وغيره وخلافات طول الوقت ما بينهم. اعتقد ان ده النموذج الغالب، يعني خلينا نقول ان ده النموذج اللي بنشوفه اكتر من النماذج الناجحه والشاطره والمتفهمه والداعمه لبعض. والا ما كانوش عملوا عنه افلام ومسلسلات. وانا عن نفسي ممكن اشوف ان الموضوع صعب لان هيتسبب في مشاكل بينهم طول الوقت. لما بسمع عن راجل مع مراته في نفس الشغل بحس ان في حاجه، يعني بحس ان انا مش مرتاحه، بحس ان انا مخنوقه. يعني عايزه اقول لكم ان انا بحب ان الست تشتغل عشان ما تقعدش في وش جوزها طول اليوم. فمش صحيح. معقول كمان تبقي بتشتغلي وقاعده في وشه في الشغل. انا مش حاسه ان دي حاجه مريحه. هي بيني وبينك برضو هي مش مريحه بالنسبه لي. بس تعالي في الاول نفرق ما بين النوم في نفس المكان، في نفس المكان موجودين، او ولا النوم في نفس المجال. يعني في نفس المجال، ان بالنسبه لي لو يعني لو عن تجربتي الشخصيه، انا لما يكون جوزي في نفس المجال يبقى فيه دعم. ليه؟ لانه هيبقى فاهم، وده اللي احنا قابلناه كتير، هيبقى فاهم طبيعه شغلي وطبيعه المجال، وهتلاقي ده بيخدم على اهم نقطه في الجواز وهي المشاركه. هو فاهم شغلي فيعرف يشارك معايا، فيبقى في مشاركه في شغل البيت المفروض، يعني مشاركه في تربيه الاولاد المفروض برضو، مشاركه في شغلك ومجالك. فهنا الوضع بيبقى حلو. لكن العكس بقى، هنكون في مثلا ما بينكم لو ما فيش، مش هيبقى في مجال للنقاش ولا اي شيء. فان انتوا بتشتغلوا في مجال واحد، صدقيني من وجهه نظري يبقى موضوع ممتع جدا، ان انت عارفه تلاقي حاجه تتكلمي فيها. ولو شوفي هتلاقي امهاتنا زمان بيقولوا لك ايه، الدكتوره تاخد دكتور والمهندسه تاخد مهندس عشان يبقوا متفاهمين مع بعض. لا لا، امهاتنا زمان كانوا بيقولوا كده عشان دي طبقيه. ايوه كانوا كانوش يقولوها عشان التفاهم، مش عشان طبقيه التعليم. كان في فتره كده احنا كنا بنمر بيها طبقيه التعليم، اللي هو ما تاخديش حد اقل منك في التعليم. انا مش عارفه مين حدد مين اعلى ومين اقل. يعني مين قال ان الدكتور اعلى من المدرس مثلا؟ بس هي فكره صح برضو، خلي بالك. يعني لو هنحطها، مش هنحطها بس في فكره طبقيه، بس برضو ما هو دكتوره فعلا ما تاخدش اقل. يعني لا طبعا، الثقافه الثقافه، في دكاتره مش مثقفين. لا ده تعمل مشاكل انت مش متخيله ممكن تعمل مشاكل. ايه يعني؟ لا يا جماعه، لا، عقليه الراجل برضو، مش كل الرجاله هتقبل ان دكتوره وهو يبقى اقل. هيحصل مشاكل كبيره جدا صدقيني. أنا لازم أنا يبقوا على نفس ال يعني على نفس الليفل، على نفس يعني. لا، ممكن الاثنين يبقوا دكاتره ويبقى الراجل عقليته مش متفتحه كفايه، فاصلا يشوف مثلا ان هي احلى منه شكلا، دي حاجه ان هي اعلى منه. هو لازم اللي انت بتقولي عليه ده لازم منتاليتي، لازم منتاليتي دي. انا حاسه الموضوع ده لازم نعمل له مناوره تاني. فكره ان الست تبقى في منصب اعلى من الراجل، ما هي دي فكره الفيلم. مراتي مدير عام، هو ما قبلش ان هي تبقى اعلى منه. فلازم يعني يا تاخد في نفس المستوى، يا يبقى هو الراجل اعلى. وانا بحب كده، انا شخصيا بحب كده الصراحه، ان الراجل يبقى اعلى من الست، يبقى اعلى من الست في كمنصب. يعني مش عشان هي تبقى اقل منه، عشان هو عشان يطلع من دماغها. يعني فاهمه؟ تطلعه من دماغها. هنناقش الموضوع ده. طبعا ضد ده تماما قلبا وقالبا. بس يعني خلينا نرجع لكلامنا، انه كل اللي انت قلتيه بيعتمد على حاجه واحده بس. لو الطرفين صدرهم رحب ومتفهمين وما بيشغلوش بالهم بكل صغيره وكبيره بتحصل. لانه كمان لو رحنا للحته الثانيه بتاعت لو بيشتغلوا في نفس المكان زي الشركه والمكتب او نفس المكان عامه، هنا بقى بيكون الوضع كانك حطيتي البنزين جنب النار. ضغط الشغل ما بينهم هما الاثنين او عليهم هما الاثنين هيخلق ما بينهم حاله من الزهق والملل. ده غير بقى تعاملاتهم مع زمايلهم في الشغل، ويفضلوا يركزوا مع تصرفات بعض، ودي مش عارفه قالت لك ايه ودي عملت لك ايه. وانت غير كمان يا جماعه انه الوشوش يعني الوشوش طول الوقت قدام بعض من اول ما اصحى لحد ما انام، ده مش حاجه كويسه. يعني حتى كل الاستاديس اللي اتعملت بتقول انه ده مش بس ما يشتغلوش مع بعض، ده الاستاديس قالت انه الناس المتزوجين مش المفروض يناموا في نفس السرير طول الوقت. اوكي. لانه الاجسام بتالف بعضها، يعني بيتعودوا على بعض. ده التعود الزياده عن اللزوم ده، لا احنا لازم انا يعني ضدك في اشياء كتير. لا لا، لازم يا جماعه يبقى في مساحه يشموا نفس بعض كده، كل واحد يشم نفسه. بس يعني افتكر انه في الحاله دي في الطرفين، مين اللي بقى يعني لو خلاص اشتغلنا للاسف مع بعض، مين اللي هيبقى بيخلق مشاكل اكتر، رجاله ولا ستات بقى من وجهه نظرك؟
مين ايه؟ مين اللي هيعمل مشكلة أكتر لو الاتنين اشتغلوا مع بعض؟ الراجل ولا الست؟ الراجل طبعا. يا سلام. أيوة طب يا بنتي الراجل طبعا. أنا يعني بصي يعني طبعا الراجل هيعمل مشاكل أكتر. لا طبعا. لا لا هقول لك ليه. الراجل هيبقى عنده تحفظات على حاجات كتير قوي لما يشوف الست في الشغل. هي هيقعد يقول لها إيه مش عارفه اتكلمتي فلان بشكل ما عجبنيش، إيه طريقه لبسك مش عجباني، إيه قعدتي مش عارفه هرجتي مع مش عارفه ايه. وهي الست اصلا بتبقى بطبيعتها عفويه جدا وبتتعامل في مكان شغلها على انها راجل. ده وجهه نظري انا يعني بتتعامل يعني هو مش فاهم، هو باصص لها من ناحيه ان هي مراته لكن مش باصص ان دي ست بتشتغل وبتقابل الناس دي في مكان شغلها كل يوم. فبيبقى عنده حته برضه راجل يا ستي راجل، عنده حته كده. ولو مش عنده هزعل انها مش عنده. وانا ما يعني لازم تبقى يعني عنده. وانا ما يبقاش عندي ريحه. بصي لا انت مش هيك غير في فرق ما بين الراجل وما بين الست. هرجع اقول لك اه متساويين واحنا نعمل كل حاجه بس في فرق في الحته دي قوي. يعني انا ست ست وراجل راجل. هو انت عارفه ان هو معلش يعني هو هيبقى باصص ان ايه مفيش ست، مع ان الستات دلوقتي بيفلرتوا على الرجاله عادي يعني. بس معرفش احنا غيرنا، احنا ما بفكرش كده يعني. او انا شخصيا ما بفكرش كده، ما عنديش فكره ان انا اغير على جوزي ان هو بيشتغل مع 10 ستات. اشتغل مع 10 ستات اهم حاجه. انت بتعمل فنان ايه؟ انت طبيعه حياه جوزك مختلفه شويه. انا طبيعتي انا على فكره انا صح؟ انا شخصيتي كده. انا ما ببصش ما اعرفش ابص على راجل واغير ايه دي اللي جنبه. اهم حاجه هو بيتعامل ازاي. اغير امتى؟ لما اشوف منه هو تصرف مش عاجبني. اه لكن حواليك 10 حواليك 20 هو بقى الانسان قد يخطئ ويصيب. ممكن نسيب لبعض بقى حته الشغل دي، سيبني انا اغلط وانت تغلط بعيد عن بعض. يعني سيب كل واحد فينا يخرج اللي هو يعني يتعامل مع الناس براحته. انا وبعدين بقى هقول لك على حاجه والله العظيم دي حاجه مهمه قوي بالذات احنا كمصريين. احنا العشم عندنا تقيل شويه. فلو واحد ومراته في الشغل العشم انت لا تتخيلي هيعمل ايه بينهم. انا على فكره ممكن يعلي صوته عليها. هتعمل ايه؟ هتعلي إيه؟ صوته عليها في الشغل مثلا. في الشغل والله يعني لو بتحترم نفسها هيكون ليها تصرف تاني خالص. هتتطلق. لا لو بتحترم نفسها مش هترد. بصي عشان ما نخشش بس يعني ده سؤال صعب جدا وانا مش عايزه اظلم حد. لان في رجاله دماغهم كبيره وعندها قدره على احتواء اي موقف بصراحه يعني. وده انا شفته والحمد لله انا مقابلاه في حياتي. والستات برضو كده. فممكن موضوع الشغل في نفس المكان يكون ميزه لو الامور ماشيه طبيعيه في البيت والشغل. البيت مهم قوي يا جماعه. لو انتم مرتاحين في البيت كل المشاكل بتتحل. لكن لو مفيش هيبقى الدنيا جحيم. على حسب الاثنين بقى متفاهمين بقدر يعني يرضي الطرفين ولا لا، ساعتها الامور ممكن تعدي يعني في الشغل وهيقدروا يفصلوا حياتهم في الشغل عن البيت. المهم كل واحد يكون بيقوم بمهام شغله في هدوء وخلاص. ففكره ان احنا نازلين من البيت ومتفقين مع بعض ان اي حاجه هتضايقنا تكون ما بيننا لحد ما نرجع البيت، هي دي. هو ده اللي انا بتكلم فيه. احنا متفقين بشكل هادي ومحترم ونتناقش فيها وما نعرضش مشاكلنا في الشغل وكل واحد يبقى مركز في شغله والمهام بتاعته. والله بجد الدنيا هتبقى احسن حاجه والطف حاجه لان احنا على الاقل هنبقى فاهمين بعض. وفي جوازات كتير على فكره من النوع ده ماشيه يعني. في ناس كتير بيشتغلوا مع بعض في نفس المكان وفي نفس المجال وفي هدوء وسلام وكل واحد فيهم ليه زمايله وليه حياته. يعني هنعمل واحنا في الشغل البريك اللي انت بتقولي عليه او الفيصل ده. انا بشتغل وانت بتشتغلي وفي الويك اند ما نشوفش بعض مش مشكله. فاهم حاجه بجد اللي بيفرق في نجاح اي علاقه التفاهم. عشان كده القصه مش قصه راجل وست. الفكره ان احنا هنحتوي الموقف ازاي ونتعامل معاه ازاي برضو بالاتفاق. يعني والله لو ما عندهمش القدره على بصي لو ما عندهمش القدره على الاتفاق وهندلت امورهم يفصلوا عن بعض كل واحد يقعد لوحده. دي بقى انا دي اللي انت بتتكلمي فيها. دي مثاليه الحقيقه زياده عن اللزوم. يعني خلينا نبقى متفقين احنا بنتكلم يا جماعه على الارض. احنا في اكتر زمن في نسبه طلاق. احنا في نسبه قليله جدا بتعرف اللي بتعمل اللي انت بتقولي عليه ده. يعني نسبه قليله قوي بتعرف ان هي تفصل حياتها الشخصيه عن الشغل. نسبه قليله جدا هي اللي بتعرف ده كل واحد فيهم بيبقى بيشتغل في حته وبيرجع مش طايقين بعض وانا مش عارفه كان عندي ايه في الشغل. طب تخيلي بقى لو هي في الشغل. لا طبعا يعني لا لا بصي لا لا مش عارفه بقى ما احنا ما انا انا هحكي لك على موقف بسمعه دايما من اي راجل اللي مراته مثلا بتبقى بتشتغل معاه في نفس المكان. انه لما مديره بيزعق له او بيعاقبه بيحس بالاحراج قدام مراته.
وده ممكن يخليه الشغل او يجبرها ان هي اللي تسيب الشغل، لان مفيش راجل هيتقبل زي ما انت بتقولي الراجل عنده حته فهو عنده حته فعلا. ده مدير ما عندوش دم مبدئيا. ما هو ده ات هابنز، ده بيحصل في الشغل، مفيش راجل هيتقبل انه يتهان باي شكل قدام مراته. يعني ومراته كمان عمرها ما هتحب انها تشوف جوزها المفروض بتشوفه كبير وكذا وكذا هو رب البيت والصوره دي تتهز في عينها، فهيتعامل زي ما الموقف بصي. ده بصي بقى انا بس عايزه اقول لك على حاجه، جوزي هضربه بقول لك ايه. بصي بصي طبعا يعني مش هنسمح، بس في حاجه بس هي العلاقه الزوجيه علاقه مختلفه تماما. يعني فكره ان هو يتهز قدام مراته لا مفيش كلام ده، لا هو مراته دي الوحيده اللي هو بيبقى بالنسبه لها المفروض العلاقات السويه، انا بتكلم اللي هو ممكن يبقى قدامها كتاب مفتوح عادي تشوفه وهو بيتهزق صعبه شويه، هي هتتضايق هي، لكن مفيش حته ان انا ابقى محرج من مراتي دي اصل هي مش صاحبته. يعني على فكره هي مراته. لا انا مش معاكي خالص، هي مراته طبعا زي ما انت قلتي الراجل عنده حته، فالحته دي هو بيحب انه دايما يحس انه انجح واعلى وكذا وكذا، بس يعني بيحب انه يحس انه اعلى منها في منصبها. فمش عارفه انا بحس انه لو جوزي مثلا خصم لي مثلا في الشغل هعمل ايه، لو هو مديري وخصم لي في الشغل هعمل ايه؟ يبقى يومه اسود لما اروح. فهتعمل مشاكل وتبقى كارثه. انا لو مثلا جوزي هو مديري وخصم لي، العشم اللي بقول لكم عليه ده هيخليني اول ما اروح البيت اقول له انت ازاي تخصم لي وانت مش عارف ايه وانت اصلا ما تعرفش اللي حصل. واصلا لو حضرتك مسيطره، لو حضرتك مسيطره ما ينفعش يعمل معاكي حاجه زي كده، هو هيبقى عارف انه هيروح حياته هتطين في البيت. يعني ايه اخصم لك دي؟ هي لسه ما اتجوزتش صراحه مش عارفه اسيطر ولا لا. مش متاكده من الموضوع ده، بس يعني انا شايفه ان ما فيش يوم هيعدي بصراحه من غير حوارات، وكل يوم بقصه جديده. يعني انا هقيسها على حياتي انا اللي هو لسه ما اتجوزتش ما عملتش ده، لما بيبقوا في اتنين مرتبطين من نفس الجروب وبنعمل كل حاجه مع بعض، احنا بننزل مع بعض بنسافر مع بعض وكذا، الاتنين دول وجودهم في الجروب بيبقى اتقل حاجه على قلبنا، لان هم طول ما هم قاعدين ده وده وده خناقات في كل حاجه. ف ماشي يا هند خلاص، هنقول هوافقك الراي شويه ان هيبقى في سنه صغيره جدا ماشي، بس برضو حسب الشخصيه، حسب يعني انفتاح الشخصيتين منفتحين على دماغ بعض وقابلين بعض ولا لا، بيحصل اكيد مواقف رخمه جدا، لكن مش هيكون مفاجاه لحد منهم. يعني ليه؟ يعني اغلب الحالات اللي بيتجوزوا بعض هم وفي نفس الشغل بيكونوا اتعرفوا على بعض اصلا. يعني ثانيه واحده، هم الاثنين اللي بيتجوزوا مع بعض في الشغل بيفضلوا مع بعض في الشغل دول اتعرفوا على بعض فين؟ لا عادي ممكن في اي حته يعني او في معظم الشغل. الوقت هيكونوا اتعرفوا على بعض في الشغل، فاذا عارفين بعض فاهمين طباع بعض اتحطوا في مواقف في المواقف دي مع بعض من قبل اصلا ما يتجوزوا. اميره نعم، حاجه مهمه قوي افتكرتها. اتفضلي. كيس أيه. كانوا اتنين متجوزين في الشغل أيه. وكان يعني هو كان دكتور وكانت أوكي. البنت هي الاسيستنت بتاعته، اتطلقوا البنت خسرت شغلها وخسرت جوزها ايوه، لانه خلاص اتطلقوا ما بقوش قادرين يقعدوا في وش بعض. ف انا بقى ليه بقى احط كل حاجتي في سله واحده والله لو خسرت السله؟ ماشي، بس انا فكره معلش ان واحده وواحد يخسروا جوازهم علشان الشغل، معلش دول اصلا يعني هيخسروا جوازهم لاي سبب تاني، دي اتفه الاسباب. يعني فكره الشغل انتوا هتعيشوا مع بعض يا جماعه، في هتقابلوا حاجات وحاجات ومواقف قد كده، فلو موقف الشغل مش هتعرفوا تعدوه ما تتجوزوش، يعني ما تتجوزوش احسن. يعني ففي روتين طبيعي، هم هيبقوا فاهمين بعض، عرفوا بعض، شافوا بعض. هو دلوقتي المرتبطين دول هم بيسيبوا تليفونات عشان تبقى عارفه هو بيعمل ايه وهو وهي بتعمل ايه، خططوا لحياتهم. على فكره في ناس تحب تقول لك مثلا ايه، نروح مع بعض هو يسوق ويريحني، نشارك عربيه واحده. في والله في ناس بتحب تبقى هي شخصيات، هي شخصيات. وما اعرفش والله لو انا اتحطيت اصلا في موقف زي ده ممكن الدنيا تمشي معايا ازاي، بس يعني الست لازم وقتها لو حصل ان الست المخرج بس بيعمل يقول لي في حاجات وانا مش عارفه الاحق، لكن الست لو قدمت لو حست ان هي اتحطت في موقف شغل مع جوزها محتاجه تقدم تنازلات معينه، تنازلات في حدود يعني، وتتفق على كل حاجه. لكن لو الموضوع ظاط كده معلش معاها ولقيت ان هو مش عارف يتحكم في نفسه ومدخل الشغل في العلاقات ومتطاول، لا ساعتها نقول له ستوب يا حبيبي، ما ينفعش. يعني ده اللي انا اعرفه يعني. ويا هي تسيب الشغل يا تتطلق خلاص، ما هو الله حسب يجربوا. يعني العقل زينه، يعني لازم الطرفين يكونوا ايه متفاهمين بس ده اساس. لو ما عندكوش تفاهم كل واحد فيكم بقى يقعد في حته يعني
صح. علشان ايه؟ نريح نفسنا من المشاكل، يعني مش هنسيب بعض عشان الشغل، امال نعمل ايه في العيال والتربيه والمصاريف يعني نعمل ايه في الحاجات دي؟ شوفي هي وجهه نظر زي ما انت بتقولي، لكن انا وجهه نظري ان ده ممكن يحصل في الاول. اما نشوف يا استاذه هند لما تجيب لنا كده عريس ماشي ويبقى حظك انا برضه يا جماعه يعني مش عايزه اتك قوي على موضوع الشغل ده، لا يبقى في حد هنا في الشغل ما تتكيش. بس حماس بجد، حماس البدايات اللي في الاول ده، اول ما بيبقى في خلاف وخلاص وبناخد على بعض وانا بطمن لوجودك وانت تطمن لوجودي ونبقى مع بعض في نفس البيت، بيحصل خلاف في الشغل كل واحد فينا بيبقى عنده طاقه غضب من التاني وبيبقى عايز يطلعها باي شكل، واحنا مش بهذه المثاليه ان احنا نقدر نفصل الموضوع مش بالسهوله دي. لان خلي بالك في حته مهمه جدا، وهي ان هو وهي مش متعودين يتعاملوا مع بعض بطريقه رسميه، وده العشم اللي بقول لك عليه، انه في حدود متشاله ما بينهم، هيخليكي تعبري عن غضبك، هيخليه تقولي انك زعلانه بسهوله في اي وقت وفي اي مكان، ووقت التنفيذ والواقع قصه تانية خالص عن اللي احنا بنقوله ده. فانا شايفه ان العيوب في الحاله دي اكتر من مميزات، لان كمان في حاجه خطيره جدا لو حصلت مشكله بينه وبين مراته وزميل مثلا لازم يتدخل في النص، الزميل ده هيتهلهل هيتهلهل فعلا يعني بكل امانه. طبعا على حسب هو شغال ايه وفي مكان ايه، والناس اللي في الشغل هيحسوا عارفين هيبقى في كده، هتخنقوا الناس معاكوا. فانا شايفه انه ارض الله واسعه يعني يعني والله العظيم ارض الله واسعه، القصه صعبه فما تصعبوهاش اكتر، كل واحد افصل القوات كده بس، ونرجع بالليل انا احكي لك عن اللي حصل وانت تحكي لي عن قصص مختلفة. يا ستي ولا احكي لي ولا احكي له بقى بعد اللي انت قلتيه ده. لا ولا احكي. ماشي يا استاذه هند، احنا قلنا بس في الاول ان احنا لازم نفرق بين ان هما بيشتغلوا في نفس المكان او اللي بيشتغلوا في نفس المجال. في نفس المجال ما عندكيش مشكله؟ لا ما عنديش مشكله خلاص تماما. نفس المجال عندنا نماذج كتير جدا احنا شفناها بتثبت اللي بنتكلم فيه، ما حدش بيقول ان ده بيجي بسهوله ومن غير مشاكل في الاول، لكن دلوقتي الاثنين المفروض بيكونوا هدفهم واحد، بيكملوا بعض من الاخر كده، الراجل والست في الشغل مع بعض وفي البيت بيحصل ما بينهم في العادي مشاكل كبير جدا، لكن ما دام حبيتوا بعض وقررتوا تكملوا شغل مع بعض لازم هيبقى نفسكم طويل شويه يعني عن اي اتنين متجوزين تانيين، هتستحملوا بعض شويه، هتتفاهموا، هتزودوا نسبه التفاهم شويه. والنهارده ان شاء الله هناكد لكم على موضوع منورتنا النهارده، هنجيب لكم مثال من ارض الواقع، ابطال ناجحين ومكسرين الدنيا متجوزين في نفس المجال، هو الرياضه، لكن كل حد هما الاتنين يعني في مجال الرياضه، لكن كل حد فيهم بيلعب لعبه مختلفه. هنسمعهم ونشوف حكايتهم ايه وازاي بيتعاملوا مع بعض، بس نروح فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. فقرتنا دي بدل ما هتكون 2 على 1 غالبا هتبقى 3 على 1 يعني زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، هيكون معانا ومنورنا بطلين متجوزين كانوا بيلعبوا في نفس المجال، لكن كل واحد فيهم كان ليه لعبته اللي بيلعبها وكان متألق فيها الحقيقة. الزوج كرة السلة والزوجة كرة الطايرة. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لكم مرة تانية. زي ما شفنا كده معانا ومنورنا كابتن محمود الجزار نجم الاهلي السابق لكرة السلة، وزوجته الكابتن ندى ايمن نجمة الاهلي السابقة لكرة الطايرة. اهلا بيكم. سمعتوا منورنا. اهلا بيكم. سمعتوا منور. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر حبايبي، لقيتكم ضيوف طولي. هند مبسوطه قوي ان انت طولها ما شاء الله، ايه ده لقيت حد طولي. سمعتوا المناوره بتاعتنا؟ سمعناها. طب في انا في على فكره بس التوبيك النهارده يا جماعه مولع خالص. طب في حاجه بترفع مبدئيا اول ما على طول قبلها وارفعها على طول قبل الرياضه، مع كل واحد فيكم مع ولا ضد ان هم يبقوا بيشتغلوا في نفس المكان الاول وبعدين في نفس المجال؟ نسمعها هي الاول بقى. هي ايوه بصي اصلا رفع حاجه انا مش هقدر اتكلم اصلا، يعني احنا كنا في الرياضه مع بعض ودلوقتي شغالين مع بعض، فمش هقدر اقول حاجه. وبعدين مامتي وبابايا كانوا شغالين مع بعض، فمش طب دي حاجه هايله، لازم تبقى هايله يعني، ما عندناش اختيار تاني، احنا عايزين الحقيقه. بصي الحقيقه الموضوع ده يعني يعني ليه ابعاد كتير، مش مفيش اشوف هيقول ايه عملت واحنا قاعدين لسه جوه في يعني لا انا هقول الحقيقه. عايزين الحقيقه، احنا بنخاطب الناس يا جماعه لازم نقول الحقيقه. ايوه دي حقيقه مصداقيه. ف يعني احنا كان عندنا شقين في حياتنا، يعني الشق الاول بتاع الرياضه وده انا ما اقدرش انكر ان هو كان شيء ايجابي جدا ان هي تبقى في نفس المجال، ولكن احنا ما كناش مع بعض في نفس اللعبه، ما كناش مع بعض في نفس الملعب، ما كناش مع بعض في نفس النادي وكل حاجه.
ده ما فيش شك ان ده بيخلق شيء من التنافسيه والروح الحلوه يعني في الاخر ان هي حققت بطولات. هي يمكن هي حققت بطولات اكتر مني يعني، انا بتوي فاري يعني ما شاء الله اونستلي هي حققت بطولات اكتر مني بكتير، بس هي حاسه بيا عارفه انا عايش ازاي، بعمل ايه، يومي عامل ازاي، عندي تمرين، عندي ماتش، مضغوط، جات لي اصابه. يعني انا بدايه تعرفي بندى كان عندي قطع فوتر اكيلس وباهل لسه هبتدي التاهيل بتاعي. فهي كانت معايا في الجامعه على طول، في التاهيل على طول، عارفه انا محتاج ايه، بتحضر لي حاجتي طول الوقت. فحته الرياضه كانت شيء ايجابي جدا. الشغل بقى شو المكان اللي جمعكم مع بشار وايه؟ انا انتيري ديزاينر، مهندس معماري. بس يمكن شويه الحاجه اللي خدمانا في الموضوع ان انا البيزنس اونر، شركتي. يا سلام، بص هو بيتكلم عشان بقول لك انا الراجل شركتي وخدماني انا كمان. طبعا فخدماها هي كمان، لان هي انا في الاخر هي قادره تتحكم في وقتها. واحنا بنطلع على الهواء قلتي حاجه مهمه قوي، انه لو انتوا بتبقين في البيت كل حاجه هتمشي. ايوه دي لو في مشاكل في البيت مفيش حاجه هتمشي خالص. انا جاي لك هند، انا متفق معاكي في حاجات كتير قوي بس خلينا من الاول نبتدي على يعني على هادي يعني. فالحقيقه انه هي اكتر واحده ممكن تبقى خايفه على شغلي، اكتر واحده حريصه على شغلي، بتساعدني كويس قوي، ممكن تبقى عارفه المشاكل اللي انا بتحط فيها فهي تقدر تحلها. ولكن احنا بقى في مكان واحد يعني الاوفيس، ما بنتجمعش في الاوفيس، هي في سايت بتلف وتشوف الدنيا اخبارها ايه، وانا في حته تانية. يعني الجزء اللي انا متفق فيه مع هند ان احنا نبقى مع بعض 24 ساعه ده هيخلق شيء مفيش شك من الملل شويه. الاحتكاك كتير ممكن يعمل مشاكل كتير. سيب اميره ترد في الجزء ده، انا مش هقدر اقول هند. انما سيبك انت اللي ترد، انا مش هرد. مفيش شك ان هي في الاخر هي مهندسه خدمتنا الظروف، وبرده هنتطرق لنقطه ثانيه، مش شرط خالص ان انا مهندس اخد مهندسه ودكتور اخد دكتور، الكلام ده ما انا مش متفق. الكلام ده مليء بالطبقيه. ولكن منتلي يبقى احنا واحد بالظبط كده. هي امور صدفه ان احنا، هي ندى مهندسه وانا مهندس مش في نفس الفيلد، هي باور وانا يعني حته ثانيه خالص، عماره وكده. فبعدين الظروف خدمت ان احنا مع بعض، عندها نفس الفكر يعني، فبتساعدني في نفس الحته يعني، احنا ماشيين مع بعض في نفس الطريق في نفس السكه، عندها نفس الدماغ. ولكن انا مش ضد فكره ان احنا نبقى مع بعض في الاوفيس. طب معلش، بتروحوا مع بعض وبترجعوا مع بعض ولا كل واحد بيروح لوحده؟ لا ما هي قالت لك هو في الاوفيس وهي بتبقى في واحد، بس ممكن يروحوا مع بعض عادي يعني. هو انت ليه عايزاهم يوفروا؟ انا لا عايز اعرف يعني مدى تقبلهم مع بعض في طول الوقت، عشان بس تبقى الصوره كامله بالنسبه لي. مع بعض طول الوقت وانتوا رايحين وانتوا جايين وكده؟ لا يعني انتوا في مكان واحد اهو، الدنيا فكه اهي. عايزه اتكلم بقى. طبعا ممكن اتكلم. انتوا ما شاء الله بقى لكم كام سنه متجوزين؟ سبع ما شاء الله. في خلال السبع سنين انا الرياضه، انا مع الكيس بتاعتكم، لان كل واحد فيكم فعلا بيلعب رياضه مختلفه، والتنافسيه ما بينكم ما فيش اللي هو الرانكينج بتاعكم مش في نفس الحته يعني، بعيد عن بعض. انا مش حاسه ان انتوا بتشتغلوا نفس الحاجه. بس في الشغل في خلال السبع سنين ما فيش ولا مره كنت في مشكله مثلا في البيت ومش عايزه تروح الشغل بسببه او العكس؟ بصي لا خالص، لان هو زي ما بقولك احنا برضو الشغل خادمنا شويه، لان هو الفيلد شويه مش يعني مش كل يوم بننزل، وكل يعني ما فيش اوفيس معين بنروح نتجمع فيه. كل يعني كل الموضوع متعلق بالتليفونات شويه الى حد ما، اللي هو في مشكله في سايت كذا فبكلمه فبيرد عليا، فشويه ما فيش برضو حته ان يعني لو انفعل او حاجه ببقى انا وهو خلاص في التليفون يعني، فتمام ما فيش مشكله. ما بيحصلش بقى ان احنا بنتجمع في مكان فيه موظفين يعني او كده، وبيحصل كونتاكت مباشر بيني وبينه قدام الموظفين او كده، لا خالص بصراحه. فده برضو جزء برضو مهم، ان احنا برضو ما بنحتكش. حاسه ان احنا لو احتكينا في مكان ممكن يحصل لو احتكينا في مكان مباشر يعني، وحاسه ان ممكن يحصل خلافات. انا احساسي يعني من رايي ان هو نبقى نفس الفيلد، فاهمين بعض وعارفه المشاكل اللي هو بيمر بيها ومتفاهمه، لو عنده مشكله ممكن يحكيها لي واتجاوب معاه وكده، بس ان احنا نبقى في وش بعض على طول اكيد هيعمل مشاكل يعني. جزء يعني ممكن نبقى فاهمين بعض وفي نفس يعني البالون يعني، انا فاهمه هو بيفكر ازاي وايه المشاكل اللي بيتعرض لها، وهو قادر يفضفض معايا في اي مشكله، ما بقاش انا في عالم اخر غيره، هو
في حته ثانيه، لكن لو احنا مع بعض وشنا في وش بعض 24 ساعه اكيد هيحصل مشاكل يعني. ماشي هنرجع نكمل الاسئله عشان في اسئله كتير متشاله، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني ومكملين فقرتنا 3 على 1. طيب اي اسره ما شاء الله يعني ما شاء الله زيكم كده مستقره وناجحه وبتتكلموا بايجابيه عن بعض، اكيد بيبقى في قواعد انتوا عملتوها علشان تقدروا تعدوا. انا عرفت منكم ان انتوا بقالكوا 7 سنين متجوزين، بمعلومه طبعا انتوا عارفين ان السنه السابعه دي كانت لسه هند بتقول انها هي اصعب سنه فعلا في الجواز، فلو عدت كده ان شاء الله ان شاء الله. قولنا كده بتاعكم امتى عشان نتصل نطمن؟ كمان شهرين 25 3 3 اذا 3 زي طب احكوا لنا بقى يعني ايه الحاجات القواعد اللي حطيتوها كده، اكيد يعني علشان حياتكم تمشي الحمد لله باستقرار وتقدروا تشتغلوا مع بعض وتعملوا كل حاجه، نفيد الناس بقى. مين اللي هيتكلم؟ شكلكم ما حطيتوش قواعد. يعني انا ممكن اتفضل يا فندم. هي اهم انا حاسس كده ان الموضوع فيه شويه تحيز يعني. ما انا عشان عايز اسمع بس، انا عايز اسمع مش عايزه حاجه. خلاص انا متحيزه لك والله العظيم عشان يبقى فيه انت تحيزي. خليكي معايا بقى كده هند كده هند على واحد صعب كده هند. اساس اي علاقه في الدنيا عشان تنجح وتستمر احترام. برافو. يعني زوجتي، اخويا، حد شغال معايا، مديري، حد تحتية، لازم احترمه. يعني في بوردرز وليمتس كده ما بقدرش اتخطاها. انا بتكلم بقى على فكره والله مش بمثاليه خالص، يعني انا بتكلم بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه باللي انت عملته. باللي انا عملته، انا كنت من اول يوم عندي عندي كده يعني واخد على نفسي عهد انه افضل احترمها طول الوقت. يعني حتى لو انا هختلف معاها مش عايز اكمل معاها، حسيت ان انا فعلا زي ما احنا كنا لسه بنتكلم. لا انا بتكلم حتى يعني كنا لسه بنتكلم انه في اوبشن ان احنا ننفصل، ده اوبشن موجود. يعني عمري ما اوصل لمرحله ان انا ما احترمهاش، لان دي حته دي بتكسر في جوه الشخص حته خلاص ما ترجعش تاني. برافو عليك. والحته دي هي نفس القصه هي بتقابلها لي للامانه يعني. فموضوع الاحترام ده موضوع مهم جدا جدا. تاني حاجه انا اشوف هي بتفكر ازاي، لان يعني احنا في الاخر من ار فروم مارس اند وومن ار فروم فينوس. انا جاي من كوكب وهي من كوكب تاني خالص، دماغ مختلف. فانا في الاخر لازم اعرف افكر ازاي، لان انا لو اتعاملت معاها على ان هي راجل عمري ما اعرف يعني لو الموضوع مش هيبقى. قلت بص خلاصه العلاقات ما بين الراجل والست ان انت او هي بتبقى متخيله ان انت هتعمل نفس اللي هي هتعمله في الموقف، وان انت وانت بتتوقع نفس الشيء. كل واحد ليه دماغ، انت شخص وكائن، هو فده مهم قوي. بس فهي في الاخر اكيد هي بتبقى اوقات مستنيه مني حاجه، انا كراجل مقسم بالنسبه لي ايه يعني مش في دماغك خير يعني. ايوه انت يعني صح فاهم قصدي. ولكن هي بالنسبه لها حاجه مهمه جدا. اوقات بقى كتير، ودي انا بقولها لها واحنا على الهوا اهو، اوقات كتير كانت هي مش مستوعبه القصه دي، ولا افهمي انا عايز ايه. مش يعني ما تتصرفيش على اساس ان انت بتفكري بيه، انا محتاج ايه، انا فين، انا دماغي فيها ايه دلوقتي. ندى بتفهمي بقى ازاي؟ هي بقى ترد على القصه دي، هي بقى فهمت اصلا ولا لا؟ ده مش حاجه سهله. مش حاجه سهله خالص. بصي الموضوع طبعا كان صعب جدا في يعني او عامه الجواز السنين اول سنه فيها بتبقى صعبه قوي في قصه ان انتوا تتفاهموا. صح. يعني صح. بيبقوا شخصين مهما كنا عارفين بعض قبليها او في مجال واحد، كنا اصدقاء في النادي كل الكلام دوت، اما بتخشوا بيت واحد بقى طبعا انت فاهمه امين الموضوع طبعا شخصين تانيين. يعني انت اصلا بتكتشفي نفسك انت في وضع مسؤوليه جديد، وهو نفس الكلام، وانتوا الاثنين عايزين تكتشفوا بعض بقى، فالموضوع يعني بيبقى بصراحه صعب جدا. فلازم يبقى في تفاهم على الاقل بين الشخصين الاول قبل ما يخشوا في الموضوع ده، يعني تبقوا متاكدين ان انتم متفاهمين. اول حاجه في تفاهم هيبدا يكون في استيعاب من كل طرف للتاني، يعني انت هتستوعبيه حتى لو في اختلاف زي ما قلت. ايه عرفتي في الاخر بفكر ازاي ولا لسه ما وصلتيش؟ انت اللي بتقول صحيح. انت اللي بتقول، انت اللي بتقول فعلا. انت اللي عرفت. انتوا يا جماعه بقول لكم عليا ليه؟ لا 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 احنا قلنا 3 على 1. طبيعي ان انا هقول لك ان انا اكيد فاهمه انت دماغك ايه. انا حاسس بنسبه كام في الميه ان ندى واصله لتفكيرك وفاهمه اللي انت بتبقى عايزه. على فكره ده سؤال صعب جدا، يعني لا تامل بان مهما حصل هتبقى فاهماك 100%. ده بيسيبوني مش هكدب عليكم، قعدنا فتره طويله قوي، فتره مش قصيره خالص، يعني سنين بنشتغل على القصه دي. يعني بنشتغل ان احنا ابقى هي فاهماني كويس، يعني عارفه انا بفكر ازاي وانا احتياجاتي ايه. احنا الاثنين يعني احنا الاثنين يعني مش قصدي بتكلم عليها هي، بس احنا الاثنين فكرنا في القصه. وصلنا لقد ايه؟
لو وصلت 60 70% يبقى كويس قوي. طبعا يعني عمرك ما توصل 100%، لو وصلت 60 70 70% الدنيا هتمشي. فاهم قصدي؟ قبل ما اسالكم السؤال الجاي انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انتوا اخترتوا الحل الاصعب، وهو اللي انتوا قاعدين بتحكوه ده، انه خد مننا سنين ان احنا نفهم بعض. الناس اغلب الناس دلوقتي لما بتقف في حته انه انا مش فاهماه وهو مش فاهمني، which is طبيعي. برافو عليك. طبيعي جدا ان احنا ما نبقاش احنا اخوات في نفس البيت وبنبقى مش فاهمين بعض. اول حاجه بيعملوها طلاق. فانا ما شاء الله ما شاء الله، بس عدوا السنه السابعه. خوفتوني من السنه دي يا جماعه. لا هو انا خايفه. بتقول كده، بتقول ان السنه السابعه دي من السنين. لا وهي فعلا دي حقيقه. اه سنه بتبقى كبيره قوي على المتجوزين يا جماعه. بيقول ايه؟ خلينا كتير قوي السنين. عادي على فكره، عادي جدا. ايه المشكله؟ ندى قولي لي اكبر مشكله في السبع سنين دول بالنسبه لك حسيتي ان في اللحظه دي انه ممكن ما تكملوش؟ بصي طبعا هو بيحصل مشاكل، بس يعني حقيقي عمري ما جه في دماغي ان احنا ممكن يكون في انفصال بينا او حاجه من كده. بيحصل مشاكل كتير واختلافات وممكن نزعل من بعض ومش عارف ايه، بس حقيقي عمري ما فكرت، لا يعني مش حاطه الاوبشن ده في دماغي. ما اعرفش. طب انا هسالك سؤال. هسالك سؤال. لو جه محمود في يوم وقال لك لو سمحتي بقى سيبي كل حاجه وسيبي الشغل وكل حاجه وتفرغي للبيت في الشغل. بصي انا اصلا يعني أيوة انا اول ما اتخرجت اشتغلت شويه، وبعدين من قبل ما اتجوز يعني اشتغلت شويه، وبعدين قعدت شويه بقى فقره الجواز وكده. قعدت اصلا سبت الشغل، انا ما كنتش عايزه اكمل في الفيلد، كنت تعبت يعني. فيلد مش سهل وشغلانه صعبه ومرهقه ذهنيا وبدنيا وكل حاجه. فانا كنت واخده اصلا الديسيشن ان انا هقعد. اوكي. وهو طبعا كان محبذ الموضوع ده جدا يعني، كان جاي على هواية طبعا. فكملت في القعدة شوية حبة حلوين يعني، وبدأت أشتغل معاه من قريب يعني، ممكن يكون سنة ونص سنتين حاجة كده في الرينج ده. أما هو ابتدى شغله لوحده. جربنا الاثنين. لكن جربنا قاعده في البيت وجربنا هي تشتغل. ارتحت في انهي بقى حضرتك؟ بامانه مرتاح في الامانه. لا بص لا انا عايزه اقوم ابوس ندى والله. انا قوي يعني في ايه؟ مش بامانه. بصي انا مش فكره ان انا يعني مش عايز ست تشتغل، مش مع القصه دي. انا مع ان ست تشتغل، ولكن انت برضو اميره قبل الفاصل قلتي البيت يبقى مظبوط. طبعا. بس انا بالنسبه لي اهم حاجه البيت يبقى مظبوط. مظبوط دي بقى يعني مش مظبوط مش ماشي على البيت، انا مظبوط عليا، انا مظبوط على ظروفي. فاهم قصدي؟ فارتحت في انهي اكتر؟ اعوذ بالله. ده على فكره ثانيه واحده على يعني فكره والله مش ضد اللي انت بتقوله. لا والله ليه؟ على فكره لو انت ما اشتغلش. لا بس هو على فكره كل ان هو بيرتاح ان هي موجوده في البيت مش عشان هو ممكن يكون مش عايزه تشتغل، لا هو عايز يحس بهدوء. انت بتضحكي لي والله يعني. انا عايز يحس ان كل حاجه هي مرتاحه. هو قال لو هتقدر تعمل الاثنين تعملها. هو قال كلمه البيت يبقى مظبوط عليا. البيت ده يا محمود، انا كنت هاخد صفك في اول حلقه بس هتخلي معاك. البيت ده يا محمود هتطلعوا الاثنين معايا في اخر. اصبري انت اختي، انتوا الاثنين هتطلعوا في صفي في اخر حلقه. البيت ده عامل لك فولو على تيك توك وعلى كل يعني اسكت. هو شركه، هو اصلا ان احنا تربينا انه الست هي اللي بتعمل كل حاجه في البيت والراجل بيعمل كل حاجه بره البيت. ده مش صح ماديا دلوقتي اصلا. ما فيش بيت يقدر يقوم بالراجل بس، وجوه البيت مفيش ست تقدر تعمل كل حاجه لوحدها. اسمعيني لحد الاخر. طيب انا كمل بقى هنديك فرصتك. قول يا هدوءك قول. انا 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 مش بتكلم ان هو مظبوط عليا ومش مظبوط عليها. البيت يبقى مظبوط علينا. حلو. هو عنده حاجات كتير بيعملها يعني. لازم البيت يبقى هادي، البيت يبقى الامور مستقره، ما احسش انه الوضع يعني حاجه مش في مكانها يعني. مفيش كل حاجه تبقى في مكانها. وعامه هو ده حاصل دلوقتي. هي مثلا بتيجي تشتغل معايا وبتنزل بتروح سايتس وبتعمل سايت فيزيتس وبتتابع وبتشوف البروجرس وبتاع، ولكن هي بقى خلاص بقت بتظبط حياتها عليا برضو. انه ايه في الاخر لما ارجع البيت مثلا يبقى في اكل. طبيعي يعني انت بتطلب حاجات. في مشكله في الموضوع ولا لا؟ لا لا انا بس سكوتها ده عايز اعرف هو انت ساكته عشان ده حب ولا ده متخزني وهتخرجي منه. هو النقطه المهمه اللي بيتكلم فيها فعلا، طالما الست، وده اللي احنا دايما بنقوله، طالما الست قادره انها تعمل الاثنين وتظبط بيتها وتظبط شغلها، تتفضل تعمل اللي هي عايزاه. ايش مشكله بقى كلمتي ده ما كلمتيش ده؟ ما تطرقش الحاجات الصغيره دي خالص. سلمتي على ده، اتفضلي يا حاج.
عايزين نخش معاهم على الاسئله السريعه. يلا يلا قبل ما نخش معاكم على الاسئله السريعه قبل الوقت بتاعنا ما يخلص. يلا طيب اسال. لما بيحصل خلاف ما بينكم مين اللي بيحاول يصالح الثاني الاول ومين اللي بيتردد بسرعه؟ مين اللي هيرد؟ ليديز فيرست. قولي انت الاول. بصي يعني احنا الاثنين الحمد لله بنتراضى على طول، وغالبا اللي بيحاول يعني يصالح اللي بيبقى غلطان، اللي بيحس ان هو غلطان بياخد على طول الخطوه الاول. الكلام ده مظبوط؟ 50-50. احنا الاثنين بنتراضى بسرعه جدا، بس احنا الاثنين اللي بيغلطان بيحاول يروح على الموضوع. حلو، ده جميل، ماشي. يلا طيب مين اللي بيكلم مامته او حماته يشتكي لها؟ مين فيكم بيدخل مشاكل بيدخل؟ لا مش حد بيشتكي حد خالص. برافو حبايبي، دي عايزه ادخلوش حد. طيب مين اكتر حد بيساعدكم لما يكون عندكم بطولات وسفر؟ كندا بطولات وسفر احنا يعني لا، انا لما اتجوزت كنت اوريدي بطلت رياضه. هو بس اللي كان بيلعب، فانا اللي كنت بقى الزوجه السلام والله العظيم. طب مين اكتر حد فيكم بيعمل مشاكل؟ مين بيعمل مشاكل اكتر من الثاني؟ هي بتعمل مشاكل اكتر؟ عادي يا نادى عادي، مش هابنز ماشي خالص والله. مش كده خلاص، احنا البيت لينا بيت. معاكم بعد الهوش لينا بيت عشان خاطركم. ماشي، لينا بيت نتكلم فيه. انا مسالم جدا والله العظيم، والله مسالم جدا، والله ما بحبش المشاكل. انا الهديم ده ما بخافش غير منه. مين اللي بيغير على الثاني اكتر؟ انا. انت؟ ده برافو عليك، طبيعة الحال على فكرة بجد؟ ده الطبيعي ان الراجل بيغير اكتر من الست يعني. بيغير قوي. طب انا عايزه اسالكم. بيغير قوي. طيب هل مثلا في مره عمل معاكي مشكله بسبب ان انت مثلا اتكلمتي مع حد بطريقه معينه، مش عارفه ايه الكلام ده، بما انكم غيره مع بعض؟ يعني غيره، غيره. هو اتكلمتي معاه؟ لا بصي، بصراحه انا بحاول اراعي قوي الموضوع دوت، لان انا خلاص يعني بقيت فاهمه دماغه وعارفه كويس قوي ايه الحاجات اللي بتضايقه، فبحاول اتجنبها يعني، ما بافورش في اي حاجه يعني، اللي هو في الطبيعي يعني. تمام وخلاص. والله انا فخوره بك يا ندى. شكرا. محمود، انت بتشوف ان الستات نكديه ولا الرجاله نكديه اكتر؟ بامان الله. الستات نكديه اكتر طبعا. ما هي بنتي راجل لازم يقول لك كده، لازم يقول كده يا جماعه. حتى الدراسات بتقول غير كده. غير كده؟ مين اللي بيقول انا مش قادر انزل؟ مين اللي بيقول لا مش قادر اسافر؟ مين اللي بيقول انا عامل ازاي في السفر في النزول ده؟ انا ما بقعدش. اساليها اساليها ماشي. بس هم فعلا يعني هم شويه بيكون الرجاله. انا عندي بنتين يا جماعه في البيت غيرها، انا عايش مع بنتين صغيرين. ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثه على واحده وثلاثه على واحد على طول. انا حاسه احساسكم ده. انا عندي ولدين، فانا عندي ثلاثه على واحد. ثلاثه على واحد برضو. اهم ورونا الصور. الله ما شاء الله. دول ايدنتيكال توينز صح؟ لا مش ايدنتيكال. مش ايدنتيكال بس هم شبه بعض جدا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميهم. بس هم كبروا دلوقتي شويه. قد ايه دلوقتي عندهم؟ اربع سنين. ما شاء الله. ده سن السكر. لازم بقى انت تشوفوه. طب ايه اكتر حاجه دايما ندى بتشكرك لما بتعملها، واكتر حاجه بتزعل انت لما بتعملها؟ اكتر حاجه بتشكرني تشكرك عليها، واكتر حاجه بتشتكي منها انت بتعملها على طول؟ اكتر حاجه بتشكرني عليها لما بسمعها. حلو. طبعا بسمعها يعني. اوقات كتير مش بعرف اسمع برضو، انا بتكلم عن نفسي اهو. اوقات كتير ببقى عايز اقول. بتبقى عايز تتكلم. عايز اتكلم. فهي لما بسمعها بتبقى مبسوطه جدا من ده. اوكي. السؤال التاني ايه؟ ايه اكتر حاجه بتشتكي بقى؟ تشتكي منها؟ لا ما بسمعهاش. هما الموضوعين مرتبطين ببعض. نفس الحاجة. لو في يوم أنت نازل، طبعًا بعيدًا عن الشغل، نازل وندى قالت لك ما تنزلش خليك قاعد معايا، بتعمل كده ولا لأ؟ بعيدًا عن الشغل؟ بعيدًا عن الشغل. في حاجات مقدسة. يوم الخميس بنزل مع أصحابي. معروف. يوم الخميس بنزل. بس ساعات بنغيره يعني، لو في حاجة يعني جمعة، في حاجة يعني مهمة بنغيره. أي حاجة تانية يعني أقعد في البيت. اقعد معايا، عايزك تقعد مع مخنوقه عايزك تقعد معايا. في البيت معلش، مش كده في البيت. يعني لو حاجه مش مهمه ما لهاش علاقه بشغلي، انا شغلي مهم اهم حاجه في حياتي. بعيد عن الشغل. بعيد عن الشغل خالص، وبعيد عن امي وابويا. انا بحب امي وابويا قوي. طب حلو يعني. انا مبسوطه ان هم. انا عايزه اكمل كلام بس تقريبا هنكمل بعد. انا مبسوط معاكم النهارده، انتوا مش فاهمين مبسوط قد ايه والله بجد يعني. حاسس ان انا قاعد مع اصحابي كده. بس بعيد عن كده ممكن اقعد معايا عادي، مش مشكله. انا بشكركم وبدعي ربنا يبارك لكم في بعض وفي بناتكم، وتفضلوا مكملين بهذا الهدوء والرزانه. ونفسي كل حد بيتفرج ياخد العلاقه دي قدوه، وكل الكلام اللي اتقال ده ان هم الموضوع مش بالسهوله دي، هم حاربوا كتير قوي. صح، كل واحد لازم يشتغل على نفسه. نورتونا وببساطه انكم موجودين معانا. ربنا يخليك. احنا عندي رساله بس اخيره. ارجوك. بنلعب في قناه الاهلي، واحنا اتربينا في النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي جدا جدا يعني. عندي رساله لكل اللعيبه بتلعب في النادي الاهلي، في اي لعبه سواء الكوره
او الباسكت بول او الفولي بول، انت في مكان عمرك، والكلام ده انا بقوله انا مش شغال في نادي اهلي على فكره، انا بشجع نادي اهلي بس دلوقتي، انت عمرك في حياتك ما هتعوض المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي لو لعبت في اي حته في مصر. اشتغل على نفسك بره الملعب قبل جوه الملعب، وحافظ على نفسك قبل بره الملعب كويس قوي. الكلام ده انا نفسي قصرت فيه وقعت فيه وانا جوه النادي الاهلي. فاشتغل على نفسك جوه بره الملعب كويس قوي قوي، وحافظ على نفسك عشان تفضل في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي هتلاقي فيه النجوميه وهتفضل اون سبوت طول الوقت. ده حقيقي. احنا بنشكركم. ندى عايزه تقولي حاجه قبل ما نختم؟ انا مبسوطه والله قوي ان انا كنت معاكم، وحاسه فعلا زي ما محمود قال ان احنا يعني قاعدين مع اصحابنا، يعني ما حسيتش ان احنا لايف على الهوا وكده، وسعيده ان انا كنت معاكم. نورتونا. نورتونا وربنا يوفقكم يا رب في حياتكم، وتفضلوا مكملين كده وناجحين على المستوى الشخصي، وتعملوا اسره وعيله جميله، وتفضلوا مكملين وماسكين كده في بعض عشان الموضوع مش سهل. ونحضر فرح هند قريب ان شاء الله. للاسف خلصت فقرتنا، خلونا معاكم بقيه حلقتنا. رجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده، استشاره طبيه. استشارتنا الطبية النهاردة هنتكلم فيها عن الحالة النفسية اللي من الأسباب المهمة جدا من نجاح أي دايت، وبتكون سبب رئيسي في زيادة الوزن وعدم فقدانه بسهولة، والعكس، بمعنى أنه كمان زيادة الوزن بيأثر على الحالة النفسية، فهي علاقة عكسية. طب ايه العوامل اللي بتأثر على الحالة النفسية للمريض وازاي نتجنبها؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتي النهاردة دكتور مي عبد اللطيف، اخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. وحشتينا. وانتوا كمان وحشتينا جدا. دكتور، عايزين نبتدي من الحالة النفسية للمريض، بداية من انه لو انا عندي حالة نفسية سيئة قد ايه ده بيأثر في الحرق بتاعي وانتظامي على الدايت؟ طبعا الحاله النفسيه السيئه كلنا اللي بنتعرض لها اللي بتيجي لنا فترات كده، بنبقى بقى مضغوطين في الشغل في البيت في اي حاجه، فتلاقي الفتره دي دايما انا بطلع الطاقه السلبيه او الحاله النفسيه ان انا طول الوقت باكل، وكمان للاسف ان انا ببقى عايزه اكل كل الحاجات اللي هي مش هيلثي، حاجات بقى نشويات الحلويات كل الحاجات اللي انا ببقى فاكره ان دي هتطلعني من المود، بس للاسف هي بتخليني يعني ممكن تبقى سعاده وقتيه تخليني وانا باكل الاكله انا مبسوطه، بس بعديها بقى بكتئب اكتر، لان بلاقي ان انا اصلا اوريدي حالتي وكمان بدات اتخن بسبب الاكل ده. فطبعا انا عندي لما بتبقى حالتي نفسيه وحشه في هرمون في جسمي بيتفرز اسمه هرمون الكورتيزول، الهرمون ده بيطلع من الجسم اول ما ببقى متضايقه او تحت ستريس وانا مش واخده بالي، فالهرمون ده بيخلي كل الخلايا الدهنيه اللي موجوده في جسمي تبدا تفتح. أوكي. فمن اول او من اقل اكل انا اكلتها تبدا تتخزن دهون بطريقه يعني بسهوله جدا. ومره مع مره بقى طول ما انا تحت الضغط الهرمون ده برده بيزود بقى يعني نسبه تحفيز او تخزين الدهون في الخلايا الدهنية، فمع الوقت بلاقي نفسي ان انا في وقت قليل جدا وزني بقى ضعف الوزن اللي انا كنت عليه، بسبب طبعا ان انا متضايقة ونفسيتي ومش عارفة اعمل كنترول على الاكل اللي انا باكله. طيب لو جالك حالة عندها حالة نفسية وزعلانة وعايزة تخس في نفس الوقت، بتتعاملي معها ازاي؟ احنا عندنا في شركه اون تارجت فارما يعني بنحب ان احنا نهيئ الناس الاول، مش عايزين ان احنا فكره دكتور وبيشنت عندي خلاص ادي الدايت بلان بتاعك ادي الكورس بتاعك عشان نخس، لا احنا بنحب ان احنا نهيئهم نفسيا الاول، يعني بننشئ علاقه صداقه كده، بنعرف ايه الاسباب اصلا، يعني مثلا ايه اللي خلتها ان هي متضايقه او ان هي مضغوطه، بنحاول ان احنا اهم حاجه معنويا ونفسيا نبقى معاها ونكون سبورت ليها جدا عشان نخليها تطلع من حاله الاكتئاب اللي هي موجوده فيها. وطبعا بنقوم مرشحين لها كورس من شركه اون تارجت فارما عشان يساعدها تخس، لان هي برده لما تلاقي نفسها بدات تخس بسرعه في وقت قليل هتبدا تحس ان نفسيتها او تطلع من مود الاكتئاب ده. واحنا بالفعل كان عندنا في شركه اون تارجت فارما ناس جالهم يعني هم دخلوا فعلا في حاله اكتئاب شديد جدا، وطبعا بقى كل الاكتئاب بناكل الوزن زاد جدا، يعني اشهر حالتين عندنا في الشركه بنحب دايما نتكلم عنهم. في عندنا بنوته هيعرضوا اكيد صور دلوقتي بيفور اند افتر، كانت عندها وزنها 107، هي بنوته صغيره وكل ما تمشي في الشارع للاسف اتعرضت للتنمر، بقى كل الناس بيتريقوا عليها يدوها سن اكبر من سنها مع انها في العشرينات، يعني هي صغيره. أوكي. جدا بدات بقى تدخل في الاكتئاب واحده بواحده، تبدا ان هي عايزه تاكل اكتر، كان نفسها في مره قالت تطلع من مود الاكتئاب، خرجت مع اصحابها كده في رحله بسيطه عايزه تركب بقى خيل،
للاسف بقى الراجل بقى صاحب الخيل هو اللي اتعرض يعني عرض معاها للتنمر واتريق عليها، فطبعا هي خارجه خروجه تفرفش ورجعت مكتئبه اكتر ودخلت بقى في حاله اكتئاب شديد وما بقتش تطلع من البيت اصلا ولا تخرج ولا عايزه حد، حتى اخواتها عائلتها مش عايزه حد يشوفها خالص. لحد ما شافت الاعلان لينا على الفيسبوك اون تارجت فارما بنتكلم عن كورس الاناسيليا من التخسيس، فقالت تبعت لنا وتشوف، احنا طبعا يعني اونلاين، فبدات تبعت لنا وتواصلت مع الفريق الطبي. بدانا ان احنا نتكمل معاها ونعرف ايه بقى الاسباب اللي ادت السمنه، ايه سبب الاكتئاب اصلا. رشحنا لها الكورس وبدانا نتكلم معاها، وزي ما قلت ان احنا بننشئ كده علاقه صداقه كده بيننا. ده مهم قوي فعلا. اهم حاجه احنا مش عايزين فكره دكتور وبيشنت وخدي الكورس كذا الجرعات كذا، لا خالص. احنا بنمشي معاها اليوم بيومه، نعرف بتاكل ايه، عايزين نعرف هي يومها عباره عن ايه. وفعلا اول شهر كانت 107 125 بقت 55 تقريبا، خست في 3 شهور 70 كيلو. فطبعا ده يعني كأني بني آدم تاني خالص، يعني كانوا اتنين يعني. فخست وبقت مبسوطة جدا وطلعت من حالة الاكتئاب، وهي لسه لحد دلوقتي على الرغم ان احنا خلاص ثبتنا، بس هي ماشية معانا ان هي يعني المرحلة هي خلاص عجبها اللايف ستايل بتاعتها، عجبها الكورس ان هو مديها احساس الامتلاء، مديها بيديها الباور، بيديها فيتامين سي، بيديها كل الحاجات اللي جسمها محتاجاها. فهي بقت مبسوطة جدا الحمد لله. معانا صور هنعرضها دلوقتي، صورة الحالة هي دي مريم من 125 كيلو ل 55 يعني 70 كيلو في اقل من 3 شهور، فطبعا ده يعني رقم حلو جدا والحمد لله خرجت من حاله الاكتئاب. سنها يعني لا دي في العشرينات. يعني بصي يعني كانوا بيقولوا لها طنط في الشارع، فده اللي بصراحه يعني كان طبعا للاسف السمنه بتكبر الشكل جدا. دي كانت حاله من الحالات اللي احنا فعلا بنحبها معانا عندنا في الشركه، ودايما بنبقى فخورين بيها ان هي قدرت ما شاء الله في الوقت ده قدرت تطلع من الاكتئاب وقدرت تخس وقدرت تحافظ بقى على النتيجه اللي وصلت لها. طب في حاله تانية كمان معانا ممكن نشوفها. قولينا الحاله دي. دي بقى مدام اميره كانت 107 بقت 77. زي اي بنت هي عندها 26 سنه فتره بقى قبل الجواز عايزه تخس. فتحنا النت بقى دايت الانقاذ السريع، دايت اليومين ثلاثه عشان عايزه تخس قبل الفرح والفستان والكلام ده. هي مع نفسها اكيد اللي عملت كده. بعدين بعد الفرح بشهر ربنا كرمها وبقت حامل، طبعا وزنها زاد اضعاف. ولدت، جالها بقى اكتئاب بقى بعد الحمل، بكل معظم الستات بتتعرض للاكتئاب بقى الستريس كمان بيزود اكتر، فما بقتش عارفه ان هي تخس ازاي. تابعت مع دكتور من بره تغذيه، قعدت تقريبا 7 شهور، وفي 7 شهور دي ما خسيتش غير 5 أو 6 كيلو تقريبا. ففي الوقت ده يعني جالها احباط اكتر واكتئبت اكتر، لان قعدت فتره كبيره بتمنع الاكل بقى الحرمان عشان تقدر تخس، وما خسيتش غير ال5-6 كيلو دول. لحد برده ما على الفيسبوك لقيت لينا اعلان، دخلت ماله الاستماره الاونلاين، وبدانا بتبقى فيه شويه اسئله الوزن الطول الحاجات دي كلها، وتواصلنا معاها وبعتنا لها برده الكورس المناسب لان هي كانت في فتره الرضاعه. وطبعا هنا من 107 بقت 77، اول شهر خست 13 كيلو أوف. تاني شهر خست 10 كيلو، لحد ما تقريبا خست اكتر من 30 كيلو ووصلت للوزن المثالي. طب انا عايز اسالك يا دكتور، الحاله النفسيه والاكتئاب بسبب السمنه وكل الكلام ده، وفي ناس بقى بتاخد ادويه مضاده للاكتئاب، عايزاكي تكلميني عن اضرار ادويه الاكتئاب واللي اعرفه ان هي بتزود الوزن. اكيد جدا. طبعا الادويه دي، وفي ادويه كتير برضو بتسبب زياده الوزن واحنا مش عارفين، ادويه الكورتيزون، الانسولين، في ادويه ضغط برضو بتسبب زياده الوزن. ادويه الاكتئاب دي طبعا يعني احنا ما بنحبش ان احنا يعني حد الا بقى لو دكتور بقى الحاله خلاص هو اللي وصفها، يبقى هو الدكتور اكيد هو اللي عارف الحاله. بس مش حلو ان احنا لما نكتئب نلجا لادويه لتعالج الاكتئاب. انا ممكن اعمل اكتيفيتيز بسيطه، لو انا مثلا بعاني من السمنه احاول ان انا اعالج مشكله السمنه، اعمل حاجه انا حباها في مدار اليوم، يعني اكتسب ثقافه جديده عشان ابدا اطلع من حاله الاكتئاب، بدل من ان انا الحاجات دي كلها كيميكال طبعا بتلعب على الاعصاب والمخ، فعلى اللونج تيرم ما بتبقاش يعني احسن حاجه. فطبعا مش حلو ان احنا نستخدمها، ولو وقفتها لازم برضو الدكتور اللي كتب لها هو اللي يقول لها توقف الادويه دي، ما ينفعش يعني امنحها مره واحده. ما ينفعش ادويه الاكتئاب فعلا. دكتور لو في حد عايز يتواصل معاكوا علشان يبتدي بقى عن طريق الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه، مكالمات وواتساب، والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، وعلى الانستجرام برضو اون تارجت فارما،
فهيلاقونا بيخشوا يلاقوا استمارة أونلاين، بنبدأ بقى نسألهم شوية أسئلة، الوزن، الطول، هل مثلا في أمراض مزمنة، خدوا أدوية دايت قبل كده، بيعملوا دايت. لازم نعرف إن إحنا بنهتم قبل ما هم يخسوا. لازم أهم حاجة طبعا الصحة، لازم نخلي بالنا من صحتهم، لازم نحافظ على الفيتامينات ونحافظ على الكتلة العضلية اللي في جسمهم. ما ينفعش إن أنا أعمله دايت بلان على طول، كل حالة عندي ليها النظام الغذائي. يعني مثلا زي ما شفنا من شوية كانت أميرة طبعا كانت في فترة الرضاعة، فعملنا لها نظام غذائي مخصص لفترة الرضاعة، إن ما ينفعش أمنع عنها الأكل. وكمان ليها الناس اللي مثلا لو سيدة في فترة الرضاعة ليها كورس من كورس الأناسيليم، كورس مخصص ليها، عشان طبعا يعني بنبقى حريصين جدا في فترة الرضاعة دي بالذات ليها كورس معين، زي بندي ألياف الأناسيليم مثلا، دي بتبقى حاجة طبيعية عبارة عن ألياف نفس اللي بتبقى موجودة في الخضار والفاكهة. احنا دايما لما بنجوع بيقولك ايه، كل خيارة، كل تفاحة، كل خس، الحاجات اللي هي بتملى البطن ألياف. بس طبعا كورس الأناسيليم الألياف دي طبعا نسبة الألياف اللي فيها من 15 ل 20 الضعف، فطبعا بتحسسني بالشبع من 8 ل 10 ساعات. فهي دي فكرتها، كلها حاجات طبيعية فيها فيتامين سي، وده طبعا بيبقى احنا بننصح بيه جدا عشان الفترة دي بتقوي المناعة، بيزود انتاج الكولاجين في جسمنا. تلاقي بقى مثلا يعني هنا ما شاء الله في حالات خست 70 وحاجة و30، فتلاقي بشرتها مش باين عليها أصلا. يعني انت عمرك ما تتخيلي ان الشخص ده بقى ده، عشان الكولاجين بيزود من الفيتامين سي، بيزود انتاج الكولاجين، بيحافظ على البشرة تبقى مشدودة وجلوي كده، بيمنع الترهلات. وهو ده اللي موجود عندنا في كورس الأناسيليم، ان احنا بنخس يعني كمية دهون كتيرة جدا في وقت قياسي، وفي نفس الوقت بحافظ على شكل الجسم، بحافظ على صحتي، بقلل الشهية. احنا عندنا دايما في الكورس انه الالياف ديت بتتحكم في الكميه، طول ما انا يعني انا ممكن اكل كل حاجه براحتي جدا، بس ده بقى كمية. اللي بيعمله الكورس، يعني الكورس هنا بيعالج الشهيه المفتوحه، أكيد بيحسس بالشبع، بيتحكم في الكميه. طب كلمينا كده عن مكونات الكورس كده سريعا. ماشي تمام. احنا قلنا اول حاجه الالياف، طبعا زي ما قلنا دي بتحسس بالشبع وبتخليني اتحكم في الكميه بتاعتي. كنت باكل طبق رز، بقيت اكل النص، بيقلل الكميه عشان ابدا اعود المعده، ان هي طبعا حالات السنه المعده عندي بتبقى تمددت وكبرت، فانا لازم ارجع الحجم المعده للحجم الطبيعي بتاعها، اللي هو الحجم انه ما تبقاش تاكل كتير. فدي وظيفه الياف الأناسيليم. عندنا مثلا السلاك، السلاك دي من المنتجات الهائلة جدا، وان احنا الحمد لله شركة اون تارجت فارما بتتميز بالسلاك، لان الفورمولا بتاعته مش موجودة في اي منتج تاني. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كافيين، طبعا ده بيزود الحرق، الكارنتين، الكارنتين ده هائل جدا، ان هو بيزود، بيحرق الدهون الثلاثية، الدهون المتخزنة جوه الجسم، بيبدأ يخلي الخلايا الدهنية اللي قافلة على الدهون تبدأ تفتح عشان نطلع الدهون منها وتديني بقى طاقه، ونبدا نعمل زي ريشيبنج، بنعمل شكل للجسم، ما نخليش مثلا دهون تبقى متراكمه في حته وحته، لا لا، احنا فعلا بنرسم شكل الجسم عشان يبقى شكل متناسق وبيمنع الترهلات. فالسلاك ده بيبقى حلو قوي، بيزود احساس الشبع، بيحرق الدهون بطريقه هائله جدا. والكافيين طبعا الناس بقى اللي بيبقى في ممكن عندها نقص فيتامينز او انيميا بننصح بيه، عشان بيديها بقى الباور، بيخليها نشيطه، ما تحسش بالوخم اللي بيبقى موجود. ايه النصايح اللي ممكن تقوليها للناس اللي بتتفرج، اللي بيمروا مثلا بأزمات نفسية، زي تجنبوا زيادة وزنهم؟ اول حاجه ان احنا طبعا لازم ساعتها يعني بيتواصلوا معانا عشان نقدر نحدد لهم الكورس المخصص للناس اللي عندها اكتئاب، عشان نقدر نخس بسرعه عشان هم يلاقوا نتيجه. لان لما الواحد دايما يبدا حاجه ويلاقي نتيجه بيبدا يتبسط، بيغير مود شويه. فلازم ان احنا نروح للدكتور الصح، نروح للتشخيص الصح. في ناس ممكن تحاول تخس وفي الاخر ما تكملش، لان هي فاهمه الدايت غلط. فلازم اهم حاجه تروح للمكان الصح، تبدا تبعت لنا على الفيسبوك عشان نبدا نحدد الكورس. يبداوا يعملوا اكتيفيتيز في يومها، تشوف هي بتحب ايه مثلا، وتبدا تنمي مثلا عندها موهبه، عندها مهاره، تبدا تعملها في مدار اليوم، تنزل تتمشى. المشي نص ساعه او ساعه في اليوم ده هايل جدا، لان بيحفز هرمون عندنا، هرمون السيروتونين، ده هرمون السعاده. فبرضو دي من الحاجات اللي احنا بنحب ان احنا تبقى الاكتيفيتيز موجوده في اليوم عشان نطلع من الاكتئاب بتاعنا. في اكلات مخصصه للناس برضو اللي بتحاول بيبقى عندها الاكتئاب، نبدا ناكل مكسرات، الموز، الديك الرومي، كل دي حاجات فيها ماده اسمها تريبتوفان. دي اول ما باكلها بتنزل في جسمي وبتتحول لهرمون اسمه السيروتونين، ده مسؤول عن سعادتي. فلما باكل الاكلات دي الهرمون السعاده عندي بيطلع. الهرمون ده ما فيش ناخده كده ابر هرمون السعاده ده عايزينه هناكله عشان نزود الهرمون ده في جسمنا ونبقى مبسوطين. ففي حاجات كتير قوي نقدر نعملها، ننزل الشغل، نبدا بقى، مش معنى ان انا
عندي زياده وزن اقفل على نفسي الاوضه وخلاص ما اشوفش حد وانا كده اكتئبت. لا طبعا اطلع واشوف ايه الحاجه اللي مضايقاني وابدا عليها. يعني انا خلاص مجرد انا عرفت عندي مشكله سن ابدا بقى اشتغل على نفسي عشان اطلع من الحاله دي. بالظبط. طيب لو عايزين نتكلم عن الوزن المثالي اللي انزله كل يعني كل يعني ايه اللي يعتبر وزن مثالي في النزول؟ لان في ناس بتنزل كيلوهات كتير قوي في وقت قليل جدا وده بيأثر عليهم على صحتهم أكيد. وعلى شعرهم وكل حاجه. ايه الوزن المثالي الخفيف؟ هو ما فيش حاجه اسمها وزن مثالي. هو في نسبه الدهون قد ايه. انا الدهون دي يعني زي ما حضرتك قلتي مثلا مأثر على شعرها او شكلها لان كده خسيت اكيد عضلات. ان العضلات دي هي اللي بتزود مناعتي هي تكوين جسمي كله. بتزود حرق جدا كمان. فانا طول ما انا يعني بخس دهون انا عمري ما هعاني من اي مشكله ولا تساقط شعر ولا شحوب في البشره ولا اي حاجه. الوزن المثالي المفروض لو انا مثلا وكمان برده لو حد عنده امراض مزمنه ده بيأثر على نزول الوزن. فلو انا مثلا عندي مثلا امراض مثلا حد ما عندوش مشكله او امراض ولا ضغط ولا سكر يعني مثلا شباب او كده ممكن النورمال رينج بتاعهم يبقى من 2 ل 3 كيلو في الاسبوع. مع كورس الأناسيليم في ناس يعني أنا في حالة عندي بنوتة كانت في ثانوية عامة وزنها كان زايد قوي وبرضو ده مأثر عليها بقى مع المذاكرة مع الضغط مع الحاجات دي كلها. رشحت لها الكورس المكثف من كورس الأناسيليم وما شاء الله في أسبوع خست 7 كيلو. هي لسه مكملة معايا يعني بس يعني ده ما يخوفش جداً. لا طبعا لأن احنا بننزل ايه أنا بنزل دهون ولا عضلات. لو دهون وعضلات أنا كده ماشية في اتجاه غلط طبعا. دهون أنا تمام مفيش أي مشكلة طول ما أنا الكورس بتاعي فيه الفيتامينز اللي الجسم محتاجها في المعادن اللي انا محتاجاها في نسبه الكافيين في الحرق عندي عالي انا مش هخاف من حاجه. ان انا كده صحتي عاليه زودت بس احساس الشبع زودت الحرق في الجسم فكده لو انا خسيت 7 كيلو 8 كيلو في اسبوع دي ما فيهاش اي مشكله تمام. طبعا ايه زياده نسبه السمنه عند الولاد الصغيرين؟ يعني بتقولي دي في ثانويه عامه وقبلها كانت بنوته صغيره. تحسي نسبه السمنه كل مع كل الاجيال الجديده تحسي النسبه فعلا. عاليه جدا. ايه السبب وابتدي امتى اتابع ابني هيتعرض لسمنه ولا لا؟ من سن كام ابتدي اتابع وزنه؟ اتابع وزن ابني من اول مثلا من يعني من فتره الرضاعه من هو لسه بيبي صغير. لان الرضاعه في امهات مثلا كل ما تلاقي البيبي بيعيط فتقوم مرضعاه على طول وده غلط. لان حتى دكاتره الاطفال بينصحوا في اوقات معينه في عدد ساعات مثلا البيبي كل ساعتين او ثلاثه لازم اديله بريك. لو عيط فيهم ما ينفعش اديله. ففي اطفال اصلا ممكن يبقى عندهم 4 شهور وست شهور وتلاقي عندهم سمنه لان انا بديله مع ان هو لبن بس انا بديله كميه زياده عن احتياجه سعرات زياده. فدي كلها كل ما جسمي يلاقي سعرات كتيره هيبدا يخزنها على شكل دهون. فانا لازم اراقب ابني او بنتي من اول ما هم خلاص بداوا يدخل لهم لبن او يبدا بدخل لهم الاكل والحاجات دي كلها. لازم اخلي بالي من الكميات اخلي بالي من التنوع اديهم ثقافه ان انا في اكل عندي اكل في البيت. السبب الزياده دي بقى طبعا ان خلاص الاطفال كلها مثلا يخلصوا الدروس يخرجوا بره ياكلوا من بره ممكن الطفل طول اليوم بره قاعد بقى بياكل مع اصحابه وكل الحاجات دي كلها بتاثر. الاكل اللي في البيت ده بقى نادر قوي يعني ممكن الويك اند يقعد بقى مع مامته وباباه ويبداوا ياكلوا او كده. فطبعا الاكل من بره دي حاجه يعني ثقافه جديده انتشرت علينا عشان كده بدانا نلاقي اطفال كتير بقى عندهم سمنه وزياده في الوزن كتير. دكتور كمان عايزين نفكر الناس تاني لو حابين يتواصلوا معاكم ويطلبوا الكورس عن طريق الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه مكالمات وواتساب والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك. هي معانا على الشاشه اهي. ايوه ودي الدكتور نهال حافظ وعلى الانستجرام اون تارجت فارما وبيقدروا يبعتوا لنا بيلاقوا بقى استماره اونلاين وبنبدا بقى. ودكتور نهال حافظ برده على الانستجرام بيبعتوا لنا على اي بيج منهم والفريق الطبي المختص هيبدا يتواصل معاهم. زي ما قلنا في استماره اونلاين بنبدا نسالهم اسئله عايزين نعرف الوزن الطول في ادويه في امراض مزمنه عشان نقدر نحدد لهم كورس الاناسيليم الكورس المناسب ليهم عشان اهم حاجه نحافظ على صحتهم ونحافظ كمان على شكلهم ونخس في شكل يعني في وقت قياسي ونخس بشكل صحي دي اهم حاجه عندنا. طيب عايزينك كده في اخر الفقره ندي امل لكل الناس اللي بتشوفنا ونقول لهم يا جماعه تقدروا تخسوا في الشتاء. يا جماعه الحرق أكيد. كويس في الشتاء قولي لنا بقى قصه ان الحرق طبعاً. الحرق في الشتاء ده ممتاز جدا لان انا جسمي طول الوقت عايز يحافظ على درجه الحراره بتاعته اللي هي 37 وسط الجو بيبقى برد فطول الوقت هو بيستخدم الدهون الداخليه عشان يبدا يحرق منها عشان يديني الطاقه.
فانا لازم احاول اعمل كنترول بقى على الاكل بتاعي، ما ادخلش سعرات كتير. ولازم ان انا استغل فتره الشتاء اللي هم يعني شهرين ثلاثه مش كتير، بس فعلا في ناس بتعمل انجازات ويعني بيبقى بالنسبه لهم الشهرين دول احسن من الصيف كله بالخمس ست شهور الصيف ما بيقدروش يخسوا. لان في الشتاء زي ما قلنا جسمي بيديني فرصه ان هو بيبدا هو نفسه اللي بيحرق من الدهون الداخليه. فبلاش انا بقى ادخل له دهون من بره او اكل سعرات من بره. مع ان احنا طبعا لو احنا استخدمنا الكورس الصح بدانا نظبط الجرعات، بدانا من دلوقتي هنلاقي ان احنا في الشتاء خسينا كميه كيلوهات دهون كتيره جدا في وقت قليل قوي. دي معلومه بالنسبه لي ما كنتش عارفاها، انا دايما كنت ببقى عارفه ان الشتاء ده احنا فرصه ان احنا نتخن ناكل حاجات وكده. طب اكلات شتويه لذيذه ما تخنش؟ اكلات شتويه لذيذه ما تخنش، حمص الشام حلو قوي ده حبيبي، حلوه جدا. العدس، شوربه العدس جميله جدا بتدفينا كلنا. السحلب برضو، في ناس بتبقى فاكره ان السحلب في سحلب بيتعمل صح، برافو عليكي، في سحلب بيتعمل بطريقه صحيه شويه. وممكن بقى يعني احنا نبعد السكر الابيض، احنا اهم حاجه نبعد السكر ونستخدم بقى سكر البدايل بقى السكر الدايت. عندنا سكر ساسل برضو ده نقدر نحلي بيه، بنقلل السعرات بتاعتنا، فاحنا كده نقدر نشرب اللي احنا عايزينه يعني من غير ما ندخل سعرات زياده. دكتور للاسف الشديد فقرتنا خلصت وحلقتنا خلصت النهارده، نورتينا وان شاء الله تبقي موجوده معانا في حلقات تانية. خلصت حلقتنا النهارده وخلصت حلقات الاسبوع ده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الاحد الجاي. مع السلامه.